نصائح لتربية الأطفال من قناة ساوند كيوب عندما يعشق الصوت. أرجو لكم رحلة سمعية ممتعة. المصدر تجدونه في صندوق الوصف. من الأخطاء الشائعة للأمهات والتعامل معها في نوم الرضيع الاعتماد على الهز والألعاب المتحركة حول السرير ومشاركة الرضيع مكان النوم، وعدم اتباع روتين يومي للنوم وتجاهل إشارات الرضيع إلى حاجته للنوم وتنويم الطفل في وقت متأخر من الليل. تجنبي هذه الأخطاء وحاولي أن تعدلي منها والقوام بالصواب. وأيضا بعض النصائح لتتجنبي الوقوع فيها عند تعديل سلوك طفلك فتقومين بهذه الأخطاء: الكذب على طفلك، الاختلاف في طريقة التربية، كسر القواعد التربوية، مكافأة الطفل أكثر من اللازم، العصبية وعدم ضبط النفس، فرق الوقت بين الخطأ والعقاب، التخويف والترهيب. عليك بالقيام بتعديل سلوكه، ولكن بسلوك منتظم ومنضبط منك أيضا. أفكار لقضاء وقت ممتع مع طفلك: حافظي على التواصل معه، خططي معه لموعد لعب أو نزهة، اقضيا معا مشوارا في الخارج، جربا الطبخ معا، شاركيه النوم في غرفته من آن لآخر. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بهذه الرحلة السمعية من قناة ساوند كيوب هدى كربوج. أرجو أن تتركوا أثرا جميلا مثلكم. شاركوا واشتركوا وادعمونا وعلقوا وتابعوا كل ما هو جديد لدينا.